مقفوله كتير مش شويه يعني ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه هعيرها رح اعيرها زقفوله بقى هادي زقفوله هادي زقفوله هادي برافو 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 مش مصدقك قلت لي الله اللي خلقك لا لا ليك شغل اول شيء خلينا نحكي شوي كيف عندكم ام كلثوم انتم شايفين حالكم فيها بمصر واحنا شايفين كمان حالنا فيكم بأم كلثوم نحن شايفين حالنا فيروز اللي بغني بعد فيروز بده يكون يعني أول شيء بنحترمه كتير إذا بيأدي فيروز ما بيشوق فيروز يعني بحكي فيروز بحكي زياد رحباني بحكي الأخوين رحباني بحكي هالعائلة اللي هي غيرت موسيقى العربية إلى حد ما بكل هالنهضة بوقتها بالجولدن ايج بسميها الحين بس أنا عم بقول إنه لكل هدول العالم اللي مرقوا بهالإيرا نحن نجي بهالأيام نغني لهم بهالرقي يعني هي استاذ انت وعباس غنيت عباس غنى عبد الحليم بتقول عبد الحليم احنا بنقول عبد الحليم وحضرتك غنيتي لست فيروز يعني شابو اثنيناتكم يعني للاسف بلاقي للاسف بلاقي مصريه عم بتغني لفيروز احلى ما اللبنانيه بغنوا لفيروز فانا بحبك هيدي هي مش كلمة للأسف مش عكب للأسف قولوا نحن لبنانية مش قادرين نقدي فيروز مثل ما المصاروا بيقدوا لفيروز شابو بهنيكي برافو هايدي رجعتي على البروغرام خليكي هيك أنا بديك تربح أنا كنت مستنيها كلمة دي بقالي ثلاث برايين أنا مستنيكي والله صراحة كثير انقهرت انك فترة ضيعناكي رحت عملتي شوبينج وجيتي ما بعرف ما رحتي بس انه برافو برافو برافو
بحبك.